ما غاديش تخلي عليك اختك في الثقه؟ اش بغيتي عاوتاني عندها؟ راه كون كان فيك الخير كون راك انت راجل الدار اللي خدام عليا وعليها، عوض ما تخليها محنه بالليل وبالنهار في الباتيسريات وانتم غير متكين على ذوك الحيوط خايفينهم يطيحوا. الخدمه راه كيمشيو يقلبوا عليها الناس، ماشي كتجي تدق عليهم. وراه من نهار اللي ما تبك وانا خدام عليكم كنخرج من الخمسه ديال الصباح حتى العشره ديال الليل، حتى طاحوا كتافي. النص ديال الفلوس اللي كيعطوني الناس كيمشيو ليا غير في الطوبيسات. عطانا الله هاد البنيه خدامه علينا حتى يحن عليك الله، وانت مازال زايدها بالغوات. واش بغيتيني نمشي نمد يدي للناس نبدا نسعى في الروب وانا تعدي عجبك الحال؟